أول شيء عندي في المعمل نصمم العطر، بعدين نعرضه لدرجة حرارة من 37 ل 40، احنا نحطه 40 عشان تختصر علينا الوقت، ونحطه تقريبا 10 أيام بدوران وحرارة علشان ينضج العطر بسرعة. بعد هالمرحلة هذه نوديه للتجميد علشان نحفظ هذا العطر بهذه الجودة. بعدها يتفلتر ويتعبى. إذا تعرض الحرارة عندك 37، أنت قاعد تعيد للمواد نشاطها، يعني بتتفاعل مع بعض. درجة حرارة 37 إلى 40 تذكركم بحرارة الجسم، تذكركم بالمطاعم أيضا لو توصل درجة حرارة 40 يعتبر الأكل معرض للخطر. مفتشين البلدية ممكن يفهمون بهذا، وحنا جونا أصلا كذا. فالدرجة هذه تعتبر خطيرة على العطور، خطيرة على، لازم يحط معها مواد حافظة. لذلك حنا نضطر بعض الأيام للثلاجة. طيب وش أنسب العطور لجونا؟ الحلقة الجاية.